تعتزم الأمم المتحدة توجيه نداء اليوم لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي. وقال أندريا دي دومونيكو منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إن 90% من المبلغ مخصص لغزة، موضحا أن الخطة الإنسانية للعام الحالي قدرت بداية ب 4 مليارات دولار، لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.